عمر اهلا وسهلا فيك. عن جديد انت خبرني بشو بلشت وكيف وقتك لحتى عم تقدر تنظم بين شغل وامتين بلشت الشغل فعليا والجامعه. اوكي، اول شيء صباح الخير. اهلا وسهلا. بدي اشكركم على الاستضافه الحلوه تحيتكم، لانكم عم تسلطوا الضوء على شيء بهم التلاميذ اللبنانيه كلهم. اول شيء كتجربه تحيتي انا مثل غير شباب، اول ما تخرج من الوقتو بصير فكر بتفوت على جامعه، بصير ببرم اي جامعه بدنا ايه، بس انا كان وضعي غير، بدي اشتغل واتعلم بنفس الوقت. كنت مضطر انك تشتغل؟ مضطر. وغير هيك بدي اشتغل لحتى امن مصروفي ولحتى امن المصاريف تاعت الجامعه. برمت على عده جامعات، فاخر شيء فلت يعني مثل النفق، بطل في اعمل شيء. كان عندي خيارين، يا اما بدي اوقف شغل واتعلم، يا اما بدي اقعد اشتغل وكمل بعدين يعني بعد ثلاث اربع سنين جامعتي. لتكون انت بهالوقت يعني حطيت على جنب شويه مصاري لتقدر تكمل. فسمعت انه في جامعه العربيه المفتوحه، هي بتتبع نظام مفتوح الارب اوبن يونيفرستي. فرحت شفت انه شو هالنظام المفتوح، منهج جديد، انه هل هو نظام انا بالبيت بدرس او بدون حضور او كيف. فرحت سالت. هيدي بدون حضور، هيدي امر كل التلاميذ بكل الجامعات. مزبوط. حتى كمان حسب انه ما كنت اسمع انه الطالب بينجح هيك. بعدين لا، شفت المنهج كيف، شفت الاساتذه. انا عاده بلشت شغلي ثاني. انت كيف دوامات شغلك؟ يعني بتروح اي ساعه بترجع اي ساعه؟ انا من الساعه 8 الصبح لل 5 عشيه، يعني كل النهار فول تايمر. فاذا مزبوط. انا بلشت شغل من ثاني يوم، خلصت بكتو بشركه، يعني بعده شركات بالاحرى. بفت على AOU. كنت خايف اول شيء من المصاعب، انه هذا النظام جديد ما عارف شو هو اصلا. بس بالعكس شفت الجامعه كثير متعاونه معنا، وخاصه انه تعليم اونلاين باعتباره اوبن ليرنينج سيستم. مثلا اول شيء الجامعه بتعطيهم كورسات للطلاب كيف لحتى يتخطوا هالصعوبات بعده كورسات. اول شيء كاونلاين في كورس اسمه تي 170، بيعلموا الطلاب كيف يستعملوا المودل، اللي هو كيف يعملوا بوست للوظائف تاعولهم، كيف يحكوا مع الاساتذه. حدا قال لك مثلا انه انا تخرجت من هون كنت مرتاح روح جرب هيك، او انت كنت عم بتفكر؟ بلا، حتى كمان كانت مسؤولتي عندي بالشغل هي كانت بالارب اوبن يونيفرستي، يعني ككوردينيتور شجعتني، قلت انه شو نظام مفتوح، انه ما اعرف شو هو اصلا. رحت عند يعني بلشت اسال، بالعكس عجبني كثير. وغير هيك في كمان كورس ثاني اسمه جي ار 101، بيعلم الطالب كيف يتعامل مع زملائه، يعني يمكن كنظام مفتوح مش يعني ما حيكون عندي رفقه او مش حتعامل كجامعه ثانيه. بالعكس بيعلمونا كمان كيف نتعامل مع غيرنا، كيف ناخذ نوتس، باعتبار انه نظام جديد بالبلد. حتى كمان بدي اشكر مكتب شؤون الطلاب، يعني انا كمان بخلال فترتي التعليميه، انا هلا سنه ثالثه، صار عندي عده مشاكل اكاديميه، شخصيه، عائليه. ساعدوني، عندهم قسم بمكتب شؤون الطلاب بيحلوا هالمشاكل تاعت الطلاب. كم ساعة بتروح بالنهار هلا على الجامعة؟ انا بروح على الجامعة حسب، يعني يا مرة بالاسبوع او مرتين بالاسبوع. انا بنقي الصف اللي بدي اياه. الجامعة بتفتح عنا من الساعة 8 الصبح لل 10 عشية، وإذا بحال أنا مضطر لأسأل سؤال أو شيء، فيني دق عند الأستاذ، وكمان في عنده أوفيس أورز بحطهم أونلاين، يعني بكل ترحيب. و معناتها انت هلا عم تاخذ وقتك، يعني بالدراسه بتقسمها على الوقت اللي انت بدك اياه، يمكن بدل ما تاخذ ثلاث اشهر. رح نعرف كيف السيستم مزبوط، الشغله اللي بدها عاده بجامعه ثانيه ثلاث اشهر ممكن تاخذ اربع اشهر هون. مزبوط. بس بيكون عم ياخذها بشكل مزبوط. مرتاح اكثر. حتى غير هيك عندنا بالجامعه نظام الاي تي متطور كثير، خاصه اونلاين. مثلا التلميذ يمكن يفكروا انه هالجامعه ما فيها ملاحقه، انه اونلاين، لا بالعكس، نحن عندنا تطبيق انه بقلب الجامعه، تطبيق اونلاين. التلميذ بيعمل سبميت للتي ام ايز تاعوله، يعني تيوتر مارك اسسمنت، كمان عنده ملاحق اذا تاخر او هيك او اي شيء. كمان الاستاذ بيلاحقنا بيعطينا كيس ستاديز انه لحتى يعيشنا بسوق العمل. هلا انا كمان من هالشيء طورت شخصيتي اكثر. بعد ثلاث سنين فتت انا ببوست صغير، هلا لا صرت بوست اعلى واعلى. استفدت من هالشيء انه بدل ما فوت خام على سوق العمل صار عندي الخبره المضبوطه، فيني نافس عده شركات. يعني انت هلا اذا عم تقدر تنسق بين شغلك وبين الدراسه والجامعه، ممكن تضلك عم تدرس
تواصل يعني بدراستك وتاخذ شهادات بعد اكثر لحتى بالمقابل تقدر تتطور. حاطط هالبلان براسك انه تكفي؟ اكيد. اول شيء يعني اول شيء كان مسكر الدنيا بوجهي انه بي اي انجح اعملها، هلا لا، هلا الام بي اي والبي اتش دي ما بقت تكفيني. يعني بصراحه الحياه تطورت والعلم كثير مهم بحياتنا. وحتى غير هيك انه النظام تبع الجامعه كفلكسبيليتي وككواليتي ساعدني كثير. وحتى كمان بغض النظر عن كشغله وكدرس، الجامعه وفرت لي اكسبيرينس لالي. مثلا عامل انا صرت عامل 2 تريننج كمان على مجال العمل، يعني باختصاصات اللي عم تعملها انت. باختصاصي انا يمكن يقولوا انه نظام مفتوح، يمكن بيلتهي عنده شغل ما في يوفق بين شغله ودرسه. انا من الطلاب المتميزين بقلب الجامعه. ميالنا اليوم لكان. شاركت بعدة نشاطات ومباريات دولية وكان لي الشرف وبشكرهم على هالشيء. وغير هيك عندنا بالجامعة عندهم نظرة للتلميذ، انه ما همهم كربح، هم انه يساعدوا هالتلميذ. وانا هون بحب اشكر كل واحد في له يعني مركزه وشخصيته. مزبوط. منه برايح بال مزبوط. في شغلة تعلق على الموضوع. في شغلة كثير مهمة كمان، نحن ما بناخذ شهادة واحدة على فكرة من الجامعة، نحن عنا شهادة تانية من بريطانيا، يعني شهادة بشهادتين عنا. حتى تشوفي أهمية هالجامعة ولأي درجة معترف فيها، يعني بتحسي حالك عن جد عملتي إنجاز كتير مهم. في ناس بيقولوا لك مثلا أوكي هيدي جامعة عادي، بس لا، نحن عم ناخد بدل شهادة اثنين، وهيدا شيء بخلينا نتشجع أكثر. أكيد، لأنه بدك تقول شغله بعدها يا عم. حتى كمان قبل ما افوت، باعتبارها انه يمكن نظام جديد بلبنان، انه شو الجامعه المفتوحه؟ انه هل معترف فيها؟ رحت سالت بوزاره التربيه والتعليم، سالت بعده مطارح كمان، عرفت انه مش بس معترف فيها بلبنان، معترف فيها دوليا. وغير هيك بناخذ شهادتين، شهاده لبنانيه وشهاده بريطانيه. يعني انا ما خليته شيء ليارا تربيه. وحتى غير هيك انه انا معي شهادتين، يعني حيكون عندي كاكسبيرينس كافضليه عن عده تلاميذ، سواء انه حتى لو بسوق العمل، حتى اكاديميا. وغير هيك انه كنفسيا محضرينه كيف بده ينزل على سوق العمل. يعني انا ماني يعني كغير جامعه كتلميذ بدي انطر سنتين او ثلاثه لحتى اعمل الام بي اي تاعيتي او لحتى فوت بسوق العمل. هلا لا، هلا انا عندي الخبره تاعيتي الكافيه. ماشي، كله باراليل، كله مزبط. مع بعضه. خبره كافيه لحتى لفوت على سوق العمل او حتى لاسس شركه لإلي. برافو. يعني من خلال مثلا عندنا بالجامعه بيعملوا ورك شوب دائما، كيف بيشجعونا لحتى نطور مهاراتنا، بيجيبوا لنا يعني بروفيسورين من برا، من اوكسفورد. كمان الدكتوره يارا يعطيها الف عافيه.